هو مين اللي هيدرب المنتخب؟ هو لحد دلوقتي لسه كنا بنتكلم بره لحد دلوقتي انا مش عارف بس هي قصه برضه لسه بقول انت محمود بره اللي هم وقعوا مع واحد مش للاسف هم ما كانوش عارفين حجم كروش ده او قصه كروش ده ايه دي المشكله اللي هم كانوا فاكرينه مدرب وخلاص وبتاع فانا شايف احنا هنعاني في القصه دي بسبب اللي اتعمل مع الراجل ده وطريقه مشيه والطريقه اللي حصل في الاخر دي بس هو في نقطه يا كابتن امير انا كنت لسه بقولها من كام يوم كتبتها حتى وقلتها في الحلقه هو احنا محتاجين اصلا كيروش يبعت اصل قلت لك كيروش بيبعت رسائل للمدربين دول لا مش هيعمل كده اصلا انا لو دخلت على جوجل اصلا وكتبت منتخب مصر هيجي لك اصلا هفهم هو اللي اكبر حصل. من كده هو الناس في اوروبا ما بتفكرش كده كمان يعني بس الناس فاهمه اللي الراجل اكيد مشي عنده مصداقيه طب انا اقول لك حاجه بقى هي الازمه لو انا مدرب هاجي منتخب مصر اول حاجه لما اسالش عليها اخش على ويكيبيديا الاقي في مدرب اسمه ايهاب جلال قعد 3 ماتشات فهتخض يعني بسم الله الرحمن الرحيم هتخض اقول لا ايه ده دول هي بعد 3 ماتشات قصه كريم هي قصه في ايه سهل جدا ان انت تجيب مدرب بس انا النهارده ما اجيب مدرب اولا احنا عندنا مشكله كبيره في مصر ان معظم الناس المسؤوله عن الكره في مصر بتدي دماغها او ودنها وعينيها للسوشيال ميديا صح دي مشكله كبيره صح. انت لك انت تخيل كابتن ايهاب جلال لما جه منتخب مصر لسه بحكي بره لما نزل الخبر بتاعه على صفحه الاتحاد قفلوا الكومنتات دي دليل اللي انت النهارده عامل حساب الجمهور والقصص دي كده تعال بص ادي مثال بسيط لجمال بالماضي في الجزائر الراجل كسب بطوله افريقيا هنا خسر بعدها بطوله افريقيا طلع من الادوار الاولى خسر ما راحش كاس عالم والراجل كمل ليه انت ماشي بسياسه او ماشي بمشروع طويل هيكمل عليه اليو سيسي نفس القصه 7 سنين مع منتخب السنغال لحد ما وصل كسب افريقيا وكسب انت النهارده اخر مدرب قعد فتره طويله كابتن حسن شحاته اللي اديته استقرار بعد 2006 استقرار كسب 2008 استقرار كسب 2000 وطبعا لا قدر الله ما كانش كسب 2006 ما كانش كان ماشي فهي الثقافه عندنا للاسف اللي المدرب طالما موجود لازم هتكسب او لازم تاخد لا هي مش كده ما بنحضرش كمان يعني انت كنت لازم تجيب حد بيشتغل مع كابتن حسن انت يعني رسم خطه ان هو ده بعد كده يبقى مدرب منتخب زي الناس ما بتعمل في العالم على فكره عملوا كده الناس كلها بعد كابتن حسن جابوا كابتن شوقي غريب وما وفقش ومشي وبعد يعني هي الحسبه هي دايما بتبقى حسبه غلط انه واللي احنا هنرجع تاني لنقطه الصفر انت بعد الجيل بتاع منتخب مصر الجيل الذهبي العظيم دوت انت كنتش اصلا بتاسس لجيل بعديه مش بتاسس لده فاتفاجئت ان انت ما عندكش جيل بعد الجيل خلي بالك احنا كان عندنا منتخب اولمبي اللي هو كان مع كابتن شوقي غريب كنت تقدر تعمل بيه حاجه كويسه صح مع بعض التدعيمات يعني انا لو جيت سالتني انا شايف المنتخب الاولمبي ده افضل من المنتخب الاول مع شويه تدعيمات من يعني المنتخب الاول المنتخب الاول كلهم مواهب كويسه خلي بالك صح كلهم خلي بالك وشويه حاجات بسيطه كانت تتعمل كنت تقدر تبني منتخب كويس انا عايز اسالكم سؤال مهم انا دلوقتي كنت بتكلم شويه مع طارق انه انا مش فارق معايا اسم كبير لمدرب منتخب مصر هيفرق معايا معايير واضحه حضرتك تقولها لي قول والله انا طالب من المدرب اللي جاي ده 1 2 3 4 وهات لي اسم ان شاء الله اول مره اسمع عنه زي ما الاهلي عمل كده اسمه هو النهارده كريم اول حاجه هيتقال للمدرب ده انا عايز اصعد كاس عالم وعايز اكسب امم افريقيا مفيش انت طالما ما انت بتفكر كده مش هتنجح صح انت بتفكر النهارده اللي انا لازم اجيب مدير فني اولا يبقى سن مناسب مع اللعيبه اول نقطه ثاني نقطه نفسيا بيعرف يتعامل مع اللعيبه ثالثا اللي الراجل ده لازم يعمل لك زي ما كابتن محمود كان بيتكلم دلوقتي انت جت فتره ما عملتش جيل تاني لا انا جاي النهارده لازم اعمل جيل يمشي 5 6 7 سنين معايا ده في الاساس وبعد كده ابدا افكر اللي انا اكسب او اصعد كاس عالم لكن انت هتيجي النهارده عايز زي ما بقول لك مثلا انا عايز اوصل سي لو في مكان هنا عايز اوصل له لا عايز اوصل له مباشر لا انت لازم الاول هتخش على شوارع هتخش على اشارات هتخش على بعد كده تيجي توصل للمكان لكن الحاجه اللي انت عايزها تبقى سهله او تيجي مره واحده مفيش حاجه بتيجي في الكوره مش ما فيش حاجه بتيجي مره واحده خلي بالك احنا ما بنتعلمش لان الكلام ده حصل قبل كده خلي بالك فاكر المنتخب الاولمبي اللي كان فيه الكابتن هشام حنفي وحازم امام وكابتن حسام محمد صبري ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال فاكر المنتخب ده كان جامد جدا كرول جدا طبعا كان كرول رود كرول كنا منتخب محترم وكنا يعني انت كنت بتلعب فرقه نيجيريا اللي هي كانوا وكوشة بعد كده دغدغوا الدنيا انت كنت بقى ندي ليهم وندي قوي جدا وتتعادل وتتغلب بالعافيه والكلام ده المنتخب ده كله اتصرح 3 لعيبه بس اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي والزمالك اللي كانوا بيلعبوا اساسيين
كملوا وعانينا جدا فتره، في فتره كنا بنطلع من الادوار الاولى في افريقيا وساعات ما كناش بنروح، فاحنا ما بنتعلمش اصلا. الناس ما بتفكرش ان هي تفيد، هي الناس اللي بتيجي هي عايزه تمسك الفتره اللي هي ماسكاها، بس هي ما بتفكرش هي هتفيد المنتخب ايه بعد كده. لا كلمه المشروع دي ما فيش، هو لو احنا بنفكر في مشروع كان بقى دحلنا. لا طبعا كان انت بتلعب، يعني انا مش عايز، يعني بنلعب اثيوبيا يا جماعه انت متخيل اثيوبيا منظمه، سيبك من النتيجه النتيجه الناس منظمه في الملعب جدا، الناس كلها تحت الكوره، الناس قريبين من بعض، الناس بتضغط، احنا ما بنعملش حاجه، احنا الضغط اجتهادي وبعدين بنضغط غلط. انت ممكن تلاقي فيرود بيضغط لوحده، يا ابني الضغط ما فيش حد بيعمل كده في العالم كله، خلاص احنا متاخرين جدا. الكلام ده كان بيحصل في السبعينات ان تلاقي فيرود عنده حماس زياده فبيضغط يلف حوالين الكوره، لا ما فيش الكلام ده. الناس بتضغط كلها مع بعض وبيقف مع الناس كلها تحت الكوره، الناس قريبين بعض طبعا. ده دغدغونا كوره. حصل في نقطه بس برضو اضافه اللي انت برضو اما بتيجي تختار مدير فني، احنا بقى لنا 4 سنين او 5 سنين. اولا لما كان الراجل اللي كان موجود في امم افريقيا اللي كانت موجوده هنا اسمه اجيري خفير اجيري جه فشل، فقال لك احنا مش هنجيب اجنبي عشان الدولار والعمله الصعبه، فقال لك هنتحول للمصري. جبنا الكابتن حسام البدري، مشي الكابتن حسام بدري، قال لك لا الاتجاه هيبقى عشان اجنبي عشان محتاجين اجنبي. مشي كيروش، قال لك لا اصل الدولار هنرجع نجيب المدرب. انت النهارده واحد انت مش عارف انت رايح فين، حادي بادي، انت مش عارف انت عايز اقول حاجه، انت غيرت يعني في منتخبات ممكن في تاريخها ده كله غيروا 10 مدربين، انت بتغير كل انت سنه. لا ال 10 سنين دول انت غيرتهم في 10 سنين. المانيا احنا هو احنا احسن من المانيا زي لوف وبيقع كتير جدا والناس عندها. لا انا اديتك قبل كده مثال بديشامب. ديشامب مدرب فرنسا جابوه في 2004 لعب كاس العالم 2006، عمل كوارث في 2006 كاس العالم 2006، بعد كده راح لا عفوا جابوه 2014 راح 2006 جابوه 2000 ده هو كان بيلعب جابوه 2012 لعب كاس العالم 2014 خسر في كاس العالم 2014 وعمل نتائج سيئه جدا. لعب يورو 2016 على ملعبه خسر النهائي من قدام البرتغال، تخيل جاي من 2012 لحد 2018 ما خد كاس العالم، يعني قعد 6 سنين اخفاقات بالجمله منتخب فرنسا ليه بقى؟ وعنده جيل ذهبي ليه بقى؟ 6 سنين اقول لك ليه؟ عشان ما فيش في فرنسا برامج بتقعد، وللاسف والله العظيم يعني ما فيش برامج وما فيش بقى ناس بتقعد تنقد وما فيش على فكره في بس نقد بس لا في لا انا هقول لك بس يا كابتن امير هو في بس في اتحاد قوي، انا ماليش دعوه مش اسمع لحد. ما هي دي النقطه، ما انا بكلمك على فكره ديشامب كان بينتقم من الفرنسيين كتير. ايوه بس بس بص انا كمل يا محمود، لا لا يعني انت في نقد تمام طبعا، بس بناء زي ما بيقول مفيش تقطيع وتجريح ومفيش النهارده اللي انا مسؤول ابقى قاعد بقى ايه بتفرج على الكابتن في قناه والكابتن نهار ازرق ده الدنيا ومش عارف ايه طب الحق بقى ايه نمشي المدرب عشان الناس قايمه علينا. ده اللي بتكلم فيه، في برامج بقت بتشتغل على كده. انا بص انا دايما اقول ايه، كل بني ادم حر، يعني حضرتك يطلع اقول مثلا المدرب ده وحش، انت يا كابتن محمود فني وحش. لا وعلى فكره بص انا هقول لك بس الاهم، قول يا سيدي وحش ويبقى عندك اغراض، قول فني انه وحش، قول اي حاجه، في مسؤول عن الكوره ده راجل هو صاحب قراره، الناس كلها بتهاجم وتنتقد وتقول ده غلط وانا شايف ان ده صح، خد قراره وكمله وجهه نظره. ايوه امال انت مسؤول ليه؟ انا اسف يعني انا وحضرتك مش هنتفق، احنا دلوقتي مش قاعدين على كرسي اتحاد الكوره على اساس اللي موجودين على كرسي اتحاد الكوره دول اكتر ناس بتفهم كوره في مصر، عشان كده وصلوا للمرحله دي صح، فانت بتفهم احسن مني ده يعني ده نظريا يعني، فوريني يعني اتحمل مسؤوليه. سيبك من الكلام، انا عايز اقول لك على حاجه بدليل الراجل بتاع الاهلي لسه جاي بقاله يومين لويس وارج ده في ناس قطعت في الراجل وهو لسه ما اشتغلش، انت متخيل؟ ايوه ما عشان ازاي يا جماعه؟ في ناس انتقد الراجل ان هو سلم على اللعيبه بعد يا عم انا شايفها دي حاجه كويسه. اللي هو سلم على اللعيبه بعد ما جبنا الجول. لا بعد ما جبنا الجول ما سلم على الدكه كلها. بعد ما الاهلي جاب الجول قعد يسلم على اللعيبه كلها، الناس في ناس قطعت فيها هو بيعمل كده ليه بيسلم على الجول يعني؟ لا قال لك ماسك كشكول ليه وماسك كلام. انت متخيل؟ انت متخيل؟ لا انا شايف السوشيال ميديا والبرامج على فكره. الكابتن ايهاب جلال في المباراه الاولى ليه اللي كانت مباراه افتكر غينيا انا فاكر السوشيال ميديا بعد 45 دقيقه دخلت بين الشوطين على تويتر سلخ في 45 دقيقه سلخ. انا عمال اقول في حد بيتقايم في العالم في اول 45 دقيقه؟ مش المباراه 45 دقيقه دي حاجات خارج المنطق. انت عندك كواليتي ما يساعدش اي حد. ايوه فلازم حد يجي منظم يعلمنا ان احنا بقى منظمين الاول وبعد كده تدور بقى على للاسف انا هزود عليك بقى يقول يعلمنا كوره الاول.